اروحوا معانا نوريلكم كيفاش في نص ساعه حضرت هذا البيتزا اجمل واحلى من تاع برا بالبزاف. شوف كيفاش تجي رقيقه وفي نفس الوقت هشه بزاف وطريه. شوفوا معايا، نسحق نص كاس حليب على نص كاس ماء دافيين. راح نحط عليهم مغرف كبيره تاع خميره الخبز، ونحط عليهم مغرف كبيره تاع سكر، ونخلطهم مليح. هاي مغرف كبيره تاع سكر ونخلطهم مليح. كي يتجانسوا راح نزيد نحط عليهم 6 مغارف تاع فارينا كيما راني درت هكذا، ونخلطها مليح 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 حتى نحس باللي الخليط عندي قاعد جانس ولا قوام واحد وكل المكونات تخلطت في بعضها. بعد ما نوصل لهذه المرحله راح نغطيها ونخليها تخمر لمده 4 ساعات. هكذا كيما غطيتها وخليتها تخمر لمده 4 ساعات، شوفوا كي نفتحوا عليها كيفاش نلقاوها خمرت. هذه الخطوه بزاف مهمه وراح تخلي عندك لاباط كيما تاع برا بالضبط واحسن بالبزاف، وتكون بزاف بنينه تاني. يعني في لاباط درنا نص كاس حليب، نص كاس ماء، ومغرف تاع خميره خبز، ومغرف تاع سكر. وهنايا بعد ما خمرت زدت لها شويه ملح، وراح نبدا نلمها بالفارينة. يعني شوفوا في الاول نستخدم غير المغرف، يعني ما نخلطش كاع بيدي باش ما نلصقش، باسكو تكون تلصق بزاف في الاول. نخلط غير بالمغرف هكذا حتى تبدا تتلم عندي، نحس انها ولات بدات تولي عجينه. راح نستخدم يدي، نحط المغرف ونستخدم يدي. شوفوا في هذه المرحله نسحق اني راح نستخدم يديا. لو كان عندكم عجانه اكيد راح توفر عليكم وقت وتوفر عليكم مجهود بزاف. هنا بديت نعجن بها في يدي، بديت نعجن فيها بيدي، ومن بعد نحطها على المكان اللي راح تعجني فيها ونبدا نعجن فيها لمده يعني ما تقلش عن 3 دقائق مينيموم، ماكسيموم 5 دقائق. الا انت يا صحتك جايبتك اعجنيها لمده 5 دقائق كيما راني ندير. وهنا حطيتها خمرت، راح تخليها تخمر نص ساعه. تفتحي عليها تخليها خمرت بزاف هايله، تكون طلعت قصدي معليش. المهم هنا وصلت المرحله اللي انا حبتها باش نخدمها. خلاص راح تحبوا تقسموها على زوج، ديروا زوج صغار، او تحبوا ديروا وحده كبيره كيما انا درت. انا هاد الكونتيتي دارت لي وحده كبيره. تقدروا نتوما يعني الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه. هنا كنت نوري لكم شحال العجينه تكون بزاف طريه، تكون هايله العجينه خفيفه بزاف. هنا نقول لكم واحد السر، الا ما عندكش البلا تاع البيتزا ولا ما عندكش بلا كبير او ورق زبده او اي حاجه، راح تجيبي بلا عندك نورمال وراح تقلبيه وترشيه بالفارينه وراح تطيبي البيتزا عليه. احسن طريقه جربتها للبيتزا، تحمروا من تحت تحميره بسيطه وتخليها طريه في نفس الوقت، يعني خير من البلا تاع البيتزا. والله جربوه ماكوش راح تندموا عليها. بصح اهم حاجه يكون عندك بلا ما يلصقش، يعني يكون عندك بلا مليح. هنا بديت نحلها، نسحق الاطراف تاعي تكون عاليه وفي النص تكون رقيقه كيما درت هكذا، باش الباسكو راني حطيتها فوق البلا باش كي نحط الفرماج ما يسيحش في الاطراف. المهم هنا درت لها صوص طوماط، انا كنت خدمتها في الدار، درت 4 حبات طوماطيش صغار، ربيتهم وحطيت عليهم 2 مغارف كاتشب، وحطيت عليهم شويه ملح وشويه سكر هذا ما كان، وشويه زيت، وحطيتهم فوق النار حتى تسبكت لي مليح وحجمها يعني قل طوماطيش تتقال معنا. هنا انا استخدمت هذا الفرماج، ما عندناش منه في الجزائر. انتم تقدروا تستخدموا اي فرماج تحبوا، الحشو اختياري. وهنا هذا كان موتزوريلا، اكيد عندكم موتزوريلا في الجزائر، بصح اللي استخدمتها من تحت كان اسمها جبنة رومي، ما كانش منها في الجزائر، يعني ممكن تستبدلوها بفرماج غوج. وهنايا حطيت الموتزوريلا تاعي، وتاني راح نشبعها بالفيونداشي، لكن الفيونداشي ما نطيبوش، يعني يكون ني ماشي طايب. هنا دوك تشوفوا معايا راح هكذا نرفد هكذا الفيونداشي بطرف صباعي
ان نكوره بصبعتي هكذا صغير صغير ونحطه. مهم اهم حاجه ما يكونش طايب باش يطيب مع البيتزا يكون طعمه بزاف شباب. صدقوني هاد الوصفه هاد العجينه هاد الطريقه ما كنتش راح تندموا عليها وما كنتش راح تزيدوا تجيبوا بيتزا من برا وبزاف سهله يعني ماشي كاع صعيبه. هنا كانت داخل الفور وكنت نوري لكم فيها كان مازال برك تتحمر لي شويه ونخرجها. شوفوا كيفاش طلعت ما شاء الله. هنا كانت خرجت وصدقوني يعني حتى الاطراف انتم تحسوهم طالعين بزاف تحسوها خشينه بصح الاطراف الداخل فارغه تقدروا تحشوهم فرماج. جات بزاف طريه. شوفوا هنا النتيجه. شوفوا تجي في الوسط رقيقه وفي الاطراف خشينه. اروحوا انستغرام.